السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ هنبدأ السكشن بتاع النهاردة، هنتكلم عن الفيكتور جروب. ليه اولا انا بدرس الفيكتور جروب، وايه هو الفيكتور جروب، وازاي احسب الفيكتور جروب لاي ترانسفورمر. اول حاجة لازم قبل ما ادرس الفيكتور جروب لازم اعرف ايه هو البارلل اوبريشن، وانا ليه بستخدم بارلل اوبريشن، وايه هي الكونديشنز اللي انا لازم اتبعها علشان اعمل بارلل اوبريشن. اول حاجه انا بستخدم البارلل اوبريشن عشان امنع فقد النظام. يعني ايه؟ يعني عايزه ازود الريليابيليتي اللي هي الاعتماديه بتاعه النظام. يعني انا لو مثلا عندي محول زي كده 11 ل 66 كيلو مثلا، لو المحول ده باظ، لو المحول ده حصل فيه حاجه، لو انا محتاجه ان اصين المحول ده، ف لازم احتاج ان افصله عن الخدمه، يبقى اللود او السبلاي عندي كده هيقف، هيتمنع عنه الكهرباء، فلازم يكون في محول تاني على التوازي معاه كبديل ليه، بحيث ان انا لو جيت اصين المحول دوت ابدا ان انا اشغل المحول ده بداله. طيب طب ليه، ايه هي الكونديشن اللي انا لازم اتبعها علشان استخدم بارل اوبريشن؟ اول حاجه، اول كونديشن ات ذا سيم فولتج، يعني لازم الفولت بتاع الترانسفورمر الاولاني لازم يكون قد الفولت بتاع الترانسفورمر التاني، علشان ما اكنيش بوصل سبلاي على سبلاي فيحصل شورت سيركت في النص، وطبعا الدايره كده ممكن ان هي تفرقع او يحصل فيها مشاكل كتير. تاني كونديشن لازم ان انا استخدمه اللي هو at the same temperature changer state. انا ما عنديش محول مثلا 11 ل 66 كيلو بيديني 11 ل 66 كيلو، لا، بيبقى في حاجة اسمها سماحية 5%، بتبقى عبارة عن 5 steps. تمام؟ ال5% ديت انا بستخدمها ليه؟ انا بستخدمها عشان مثلا لو حصل لي فولتج دروب، لو انا كنت بنقل قبلها مثلا، قبل المحول ده بترانسميشن لاين، لو حصل فولتج دروب في النص، فلازم يكون في تاب تشينجر، ان انا يعني حاجه ان انا ازود بيها الفولت اللي حصل له فولتج دروب ده، عشان اللود في الاخر يوصل له الفولت اللي هو محتاجه. تمام؟ تالت حاجه لازم ان انا اعرفها ات ذا سيم فيز شيفت، يعني الزاويه بتاعه الترانسفورمر الاولاني او السبلاي الاولاني لازم تكون الزاويه بتاعه السبلاي التاني. طب ليه انا بقول ان هما لازم يكونوا نفس الفيز شيفت؟ علشان لو احنا رسمناها كده، لو كان سبلاي منهم لاج السبلاي التاني مثلا، هلاقي ان مثلا عند نقطه واحد ديت الفولت عند السبلاي الاولاني بقيمه، بس الفولت عند السبلاي التاني بزيرو، فاكني كده وصلت كهرباء على كهرباء، فبرضه عملت شورت سيركت، وهيحصل نفس المشكلة اللي احنا عملناها في اول حاجة، ان الفولت هيبقى اللي هو الاتنين مش هيبقوا نفس الفولت. رابع حاجة لازم ان انا استخدمها، ان انا يكونوا هما الاتنين at the same phase sequence. يعني لو السبلاي الاولاني متوصل ABC sequence، لازم التاني يبقى متوصل ABC sequence، ما ينفعش واحد يبقى متوصل ABC والتاني واحد تاني متوصل ACB، لا، لازم هما الاتنين يكونوا نفس السيكونس مع بعض. تمام؟ اخر حاجة اللي هو add the same impedance. add the same impedance يعني ايه؟ يعني ممكن اعتبر ان الترانسفورمر الاولاني دوت عبارة عن مقاومة، وان الترانسفورمر التاني دوت عبارة برضو عن مقاومة، فلازم الاتنين ترانسفورمر يتحملوا بنفس التحميل. ليه؟ عشان ما يحصلش overload على واحد منهم عن التاني، يبقى لازم هما الاتنين يبقى ليهم نفس الامبيدنس. تمام؟ كده عرفنا ايه هي الكونديشنز بتاعة البارلل اوبريشن. بعد كده بقى عايزين نعرف ايه هو الفيكتور جروب او الفيس شيفت في الثري فيس ترانسفورمر، وليه انا بستخدم الفيكتور جروب، او ايه هو يعني رمز الفيكتور جروب. اول حاجة لازم في اي ترانسفورمر بيقول لك مثلا ان الترانسفورمر دوت دلتا ستار واحد، بيرمز لايه الرمز دوت؟ دلتا بترمز للتوصيله بتاعه البرايمري، ان هي متوصله دلتا، والستار يعني السكندري دلوقتي متوصل ستار. تمام؟ ورقم واحد دوت بيعبر لي عن الفيكتور جروب. طب ايه معنى رقم واحد دوت؟ رقم واحد ده معناه ان الفولت بتاع السكندري لاج الفولت بتاع البرايمري باي سالب 30 درجه. يعني الواحد ديت بتعني ان الفولت بتاع الفولت بتاع السكندري لاج الفولت بتاع البرايمري بسالب 30. طب لو الواحد دي بقت 2، نضرب سالب 2 سالب 30 في 2. طب لو الواحد ديت بقت 7، بقت 5، بقت 6، فهضرب السالب 30 ده برضو في الفيكتور جروب اللي هو موجود هنا، هيديني الزاويه اللي المفروض الفولت بتاع السكندري لاج بيها الفولت بتاع البرايمري.
تمام. عايزين نعرف طب ليه الفيكتور جروب ده مهم؟ عشان لو ما كانش الترانسفورمر التو ترانسفورمر متوصلين مع بعض على التوازي ليهم نفس الفيكتور جروب كده، الترانسفورمر في الترانسفورمر مش هيدخل على الشبكه. ليه؟ لان اصلا من شروط البارل اوبريشن. فلو دخلت فيكتور جروب مختلف فكده لازم اجهزه الوقايه بتاعه الشبكه هتفصل، ولو اجهزه الوقايه اصلا ما فصلتش هيحصل ايه؟ هيحصل شورت سيركت. تمام. طب ايه هي الفيكتور جروب نمبر افيلابل اللي موجوده عندي في الشبكه؟ في ستار ستار 0 ستار ستار 6 وفي دلتا دلتا 0 و2 و4 و6 و8 و10. بس لازم لو استخدمت دلتا دلتا هستخدم معاه حاجه اسمها زجزاج، وهنعرف ليه انا بستخدمه. وفي تشويس تاني ان ممكن استخدمه دلتا ستار 1 او 5 او 7 او 11 او ستار دلتا 1 او 5 او 7 او 11، وهنعرف ازاي ان احنا نختار ما بينهم دلوقتي. طيب عايز اعرف دلوقتي لو عندي انا اختيارين، يعني لو عندي اختيار ان انا اختار ما بين ستار دلتا او دلتا ستار، اختار اني ما بينهم؟ اختار دلتا ستار. طب ليه اختار دلتا ستار؟ اولا علشان الدلتا في الملف بتاع البرايمري بتحميني من حاجة اسمها الثيرد هيرمونيك، تمام، وعلشان الستار اللي موجودة في السكندري بتعملي نقطة تعادل اللي هي الان، لان ديت اعرف ان انا اعمل منها بروتكشن كويس. يعني ايه اعمل بروتكشن كويس؟ الستار بتخليني اقدر ان انا احدد الفولت مكانه فين بالظبط. طيب طب طريقة الحل اللي انا هستخدمها او ازاي ان انا احل المسألة بتاعت الفيكتور جروب ديت؟ اول حاجة لازم لو جالي اتنين مثلا ترانسفورمرز زي ديت وبيقول لك التالت دوت اختار لي الفولت بتاعه، واختار يعني اعمله لي برا الاوبريشن مع الاتنين ترانسفورمر دوت. اول حاجة لازم اعملها لازم اختار المحول رقم 3 دوت، لازم يكون الفولتج ريشيو بتاعته نفس الفولتج ريشيو اللي بيطلعها الاتنين محول دول. يعني لو هنا المحول ده 11 ل 22 كيلو وده من 22 كيلو 66 في الاخر في البرايمري هنا كده، يعني هو بيحول من 11 كيلو اللي بيوصل لي للشبكه هنا 66 كيلو، يعني الترانسفورمر دوت المفروض ان هو يبقى 11 على 66 كيلو علشان نعرف ان احنا ندخله بارل اوبريشن مع الاثنين ترانسفورمر دول. ده اول شرط. تاني شرط ان الفيكتور جروب نمبر للمحول رقم 3 دوت ان هو يكون نفس الفيكتور جروب نمبر بتاع المحول رقم 1 ورقم 2. طب ازاي احسبها؟ هجمع الفيكتور جروب نمبر بتاع المحول رقم 1 وبتاع المحول رقم 2 هيطلع لي الفيكتور جروب نمبر بتاع المحول رقم 3 اللي انا عايزه اوصله معاهم، تمام. وبعد كده هبدا ان انا اشوف في الجدول لو مثلا طلع لي ان ان الفيكتور جروب نمبر هنا مثلا 0 فهختار ايه؟ هرجع للجدول تاني، الزيرو موجود في الدلتا دلتا وفي الستار ستار. طب اختار دلتا دلتا ولا اختار ستار ستار؟ افضل ان انا استخدم ستار ستار ان هو يبقى تيرشري. يعني ايه؟ يعني المحول دوت بيبقى ليه 9 اطراف، التسع اطراف دول اقدر ان انا اوصلهم ان انا اخد على البرايمري الدلتا اللي انا محتاجاها علشان الثيرد هرمونيك اللي موجوده على البرايمري، تمام. طيب لو انا استخدمت دلتا دلتا، لو انا استخدمت دلتا دلتا هعمل معاه حاجه اسمها الزجزاج عشان اقدر اجيب نيوترال بوينت اللي انا هعمل منها البروتكشن اللي انا محتاجاه، تمام. طيب لو انا عندي اختيارات بقى ما بين دلتا ستار او ستار دلتا، هختار انهي فيهم؟ هو من الاحسن ان انا استخدم دلتا ستار. ليه؟ لان اتفقنا ان الدلتا في البرايمري بتحميني من الثيرد هرمونيك، والستار في السكندري بتخليني ان انا اقدر ان انا اعمل بروتكشن او احدد مكان الفولت. لو قال لي ديترماين فيكتور جروب نمبر فور ذا فولوينج ترانسفورمر، لو اداني للترانسفورمر ده كده وقال لي احسب لي الفيكتور جروب نمبر، اولا اهو هنا ملف البرايمري انا على طول برمز له لA B C بس يكونوا كابيتال، فانا لو هم كابيتال اعرف ان دوت ملف البرايمري ومتوصل اهو دلتا. طيب وA B C سمول ده بيرمز للملف بتاع السكندري، ولو ما دام هو حاططهم سمول يبقى انا اعرف ان دوت السكندري ومتوصل برضو دلتا، يعني دلوقتي الترانسفورمر دوت متوصل دلتا دلتا. هبدا ان انا استبدل كل كويل بسورس اي سي، تمام، بحيث ان البوزيتيف بتاع السورس دوت يبقى يعني النقطه دي محطوطه فوق، فالبوزيتيف هيبقى من فوق والنيجاتيف هيبقى من تحت.
تمام. بدات ان انا ابدل فازا ايه وفازا بي وفازا سي بايه بفولت سورس تمام. وهعمل نفس الموضوع في السكندري، وهرمز يعني الفولت بتاع ايه دوت هديله 1 بير يونت، 1 على زاويه 0. واتفقنا ان ما بين كل فازه والتانيه زاويه 120، والزاويه والفازه بي ديت هتبقى 1 على زاويه سالب 120، وفازه سي هتبقى 1 على زاويه 120. وهعمل نفس الحكايه في الملف بتاع السكندري تمام. طيب لو انا دلوقتي عايزه احسب الفي اي بي بتاع البرايمري تمام، علشان احسب الفيكتور جروب لازم اشوف الفولت بتاع السكندري هو لاج الفولت بتاع البرايمري بقد ايه. طيب لازم اشوف الفولت بتاع الاي بي دوت يبقى عباره عن ايه. هنرجع تاني للرسمه. لو انا احتجت ان انا اجيب الفولت بتاع الاي بي، يعني هتحرك من الاي اروح للبي، فهتحرك من الاي هعدي على ايه، هعدي على اول فازه اللي هي الفازه ايه اللي هي 1 على زاويه 0، ومش هعدي على الفازه بي لان هي متوصله اهوت، مشيت كده من الفازه ايه لحد الفازه بي، فمريت يعني الفولت اي بي بيساوي 1 على 1 على زاويه 0. طيب لو انا احتجت اجيب الفولت بتاع اي بي في السكندري تمام، يبقى هو هبدا من هنا الفولت بتاع الاي اهو، هبدا من هنا همشي اهو الاول في الشورت سيركت دوت، وبعد كده هعدي على الفازه بي بس هعدي عليها بالنيجاتيف، يعني تبقى سالب 1 على زاويه سالب 120 تمام. يعني الفولت اي بي في السكندري هيبقى سالب 1 على زاويه سالب 120. سالب 1 انا اقدر اشيل السالب ديت واحط 180، يبقى هيديني 1 على زاويه سالب 120 زائد 180 هتديني زاويه 60. يعني الفولت بتاع الاي بي في البرايمري، واحنا اتفقنا ان هنا لازم نكتب الاي بي دي كابيتال يعني رمز ان هي في البرايمري 1 على زاويه 0، وان الفولت اي بي سمول اللي هي في السكندري 1 على زاويه 60. طيب عايزين نحسب بقى الزاويه اللي ما بين الفازه ما بين الفولت بتاع السكندري والفولت بتاع البرايمري. هنطرح بقى الزاويه بتاعه الفولت بتاع السكندري ناقص الزاويه بتاعه الفولت بتاع البرايمري ونشوفها هتطلع بكام. هتطلع بايه؟ الزاويه بتاعه السكندري هي ب 60، والزاويه بتاعه البرايمري هي ب 0، يعني 60 ناقص 0 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 60. بس انا الفيكتور جروب اتفقنا ان رقم 1 بيرمز يعني ان الفولت بتاع السكندري لاج الفولت بتاع البرايمري بسالب 30، و2 يبقى 2 في سالب 30، يبقى لازم الرقم دوت يبقى بالسالب ما يبقاش بالموجب تمام. فهد دلوقتي هطرح ناقص 360 اكني ما عملتش حاجه، اكني كنت في نقطه ولفيت ورجعت لنفس النقطه تاني. يعني هنطرح سالب 360 زائد 60 هتطلع بكام؟ بزاويه سالب 300. علشان اجيب الفيكتور جروب نمبر هنقسم على سالب 30 اللي هو سالب 300 على سالب 30 هيطلع لي الفيكتور جروب نمبر ب 10. يعني الترانسفورمر دوت متوصل دلتا دلتا والفيكتور جروب نمبر بتاعه 10 تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه هو التاني مثال اهو جايب لك الملف بتاع البرايمري برضو متوصل دلتا، والملف بتاع السكندري برضو متوصل دلتا، وبيقول لك احسب لي الفيكتور جروب نمبر تمام. هجيب برضو زي ما عملت في المثال اللي قبلي، هجيب الفولت بتاع الاي بي في البرايمري واجيب الفولت بتاع السكندري الاي بي برضو، واطرح الزاويتين من بعض واشوفهم بيساوي قد ايه. لو طلع الزاويه بالموجب هطرح منها 360 علشان اجيب الزاويه بالسالب، واقسم على سالب 30 عشان اجيب الفيكتور جروب نمبر. طيب لو انا بقى عندي الترانسفورمر بتاعي متوصل دلتا ستار، تعالوا نشوف كده لما نجيب الفولت بتاع الاي بي هيطلع بكام، ولما نجيب الفولت بتاع الاي بي في السكندري هيطلع بكام. طيب اول حاجه نجيب الفولت بتاع البرايمري. الفولت بتاع الاي بي في البرايمري هو معدي من الاي ورايح على البي، عدى بس على 1 على زاويه 0، يعني الفي اي بي ب 1 على زاويه 0. طيب الفولت اي بي بقى في الستور بتاع السكندري هو الاي اهوت، وهيعدي على البي يعني هيعدي على 1 على زاويه 0، وبعد كده هيعدي على الفازه بي بس هيعدي عليها بالنيجاتيف يعني سالب 1 على زاويه سالب 120. فالفي اي بي في السكندري هتبقى 1 على زاويه 0 ناقص 1 على زاويه سالب 120، من على الاله هتطلع لك بايه؟ جذر 3 على زاويه جذر 3 يعني على زاويه 30 تمام. يعني هنطرح بقى الزاويه بتاع السكندري ناقص الزاويه بتاعه البرايمري هيبقى 30 ناقص 0 هتطلع ب 30، نطرحها من 360 هتبقى سالب 330، نقسمها على سالب 30 تدي لنا الفيكتور جروب نمبر. سهله جدا وما فيهاش اي حاجه.
طيب عايزين نعمل دلوقتي، احنا دلوقتي جبنا الفيكتور جروب نمبر، طب عايزين نتأكد ان الفيكتور جروب نمبر ده صح. نتأكد ازاي ان الفيكتور جروب نمبر ده صح؟ هنعمل حاجة اسمها الفيكتور جروب فيريفيكيشن تيست. ده كده انا بتأكد بيه ان الفيكتور جروب هو صح ولا غلط. طيب لو انا عندي دلوقتي، هنعمل حاجة كده زي عقارب الساعة او زي الساعة، هنرسم دايرة ونقسمها زي الساعة هنا، يعني هنقسمها كده 12 زي الساعة. وبعد كده هنبدأ، هو قايل لك دلوقتي ان الترانسفورمر بتاعي مثلا دلتا ستار واحد، هنرسم الدلتا في دايرة ونرسم الستار في دايرة ونشوف بعد كده هنعمل ايه. اول حاجة هنرسم الدلتا في دايرة، اول حاجة الفازة ايه هي عند بداية، وبعد كده الفازة بي هي اللي بعدها ب 120 درجة، وبعد كده الفازة سي بعدها ب 120 درجة. قدرت ان انا ارسم الدلتا جوه الساعة او جوه الدايرة بتاعتي، تمام. عايزين نرسم بقى الستار، بس الستار ديت هي السكندري لاج البرايمري بزاوية سالب 130، يبقى كده همشي بالفازة ايه او همشي بالفازات كلها زاوية سالب 130. سالب 130 يعني همشي مع عقارب الساعة، يعني همشي هنا كده، هتبقى عند النقطة دي هنا كده، انا كده مشيت 30 درجة، تمام. يبقى الفازة ايه، وبعد كده بعدها 120 هبدأ احط الفازة بي، وبعد كده بعدها 120 هبدأ احط الفازة سي، تمام. هو بيقول لي دلوقتي علشان تتأكد ان الفيكتور جروب نمبر ده صح، وصل لي النقطة بتاعت النيوترال بتاعت السكندري على اي فازة من الفازات بتاعت البرايمري، يعني ممكن احط الان ديت عند الفازة ايه، وممكن احط الان دي عند الفازة بي، ممكن احط الان النيوترال دوت عند الفازة سي، واشوف بعد كده اعمل ايه. انا هحطه دلوقتي عند الفازة ايه مثلا، تمام. هبدأ ان انا ارسم الستار بتاعتي عند الفازة ايه. بدأت ان انا ارسم الستار بتاعتي عند الفازة ايه، لان لقيت ان الفازة بي اهي تنطبقت على الفازة بي بتاعت البرايمري، والفازة ايه بتاعت السكندري بقت في استقامة الفازة سي بتاعت البرايمري، وان الفازة سي اهي بتاعت السكندري بقت بالمنظر دوت، تمام. طيب دلوقتي لو انا جيت حطيت فولتميتر او قست الزاوية او قست الاصلي الفولت ما بين السي والاي، ما بين السي بتاعت البرايمري وما بين الاي بتاعت السكندري، المفروض ان هي تبقى بتساوي لي ايه؟ المفروض ان هي تديني الفولت بتاع البرايمري زائد الفولت بتاع السكندري، زي ما هو موضح بالشكل اهو، اهو الفولت بتاع البرايمري زائد الفولت بتاع السكندري الحته ديت. يعني لما احسب الفولت من بين الفازه سي بتاعت البرايمري والفازه اي بتاعت السكندري، المفروض ان هي تديني فولت البرايمري زائد الفولت بتاع السكندري، تمام. طيب وتاني تاني حاجه عايز اعملها، عايزين نعمل نتاكد اكتر، يبقى لازم نحط فولتميتر ما بين الفازه بي بتاعت البرايمري والفازه بي بتاعت السكندري، المفروض ان هي تديني الفولت بتاع البرايمري اهو، مطروح منه الفولت الحته بتاعت السكندري اللي موجوده هنا دي. لو الكلام ده طلع مظبوط، يبقى كده الفيكتور جروب نمبر اللي انا اخترته هو صح، واقدر ان انا اشتغل بيه، تمام. طيب يلا نجربها كده على كيس تانية اهو. ستار 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 6، يعني البرايمري متوصل ستار والسكندري متوصل ستار والفيكتور جروب هو 6، تمام. طيب يبقى كده البرايمري اهو انا رسمته في الدايره الاولانيه الاي اهو، والبي بعدها 120 والسي بعده 120، ورسمت السكندري في زاويه في دايره ثانيه هو 6، يعني 6 هضربها في سالب 30 هتديني 180 درجه، يعني الفازه ايه ديت امشي بيها او الفازات كلها امشي بيها 180 درجه، يعني هتبقى بالعكس هنا، يعني الفازه ايه اهي رسمت هنا بعدها 120 درجه الفازه بي بعدها 120 درجه الفازه سي. ابدا ان انا اشيل النقطه بتاعه النيوترال ديت واحطها على النقطه بتاعه النيوترال هنا، الفازه ايه بتاعه البرايمري والفازه ايه بتاعه السكندري، لما احط الفولتميتر ما بينهم المفروض يديني بتاع البرايمري زائد الفولت بتاع السكندري. طيب لو انا حطيت الفولتميتر ما بين السي بتاعه البرايمري والسي بتاعه السكندري، المفروض ان هي برضو تديني الفولت بتاع البرايمري زائد الفولت بتاع السكندري. لو الكلام ده وطلع مظبوط، يبقى الفيكتور جروب نمبر اللي انا حطيته هيطلع صح. هنبدا دلوقتي نحل المسائل. اول مساله بيقول لي هو الفيجر واحد ده
عايز اول حاجه يحسب سيلكت سويتابل فيكتور جروب نمبر بتاع ترانسفورمر 3، وعايز الكونكشن بتاع ترانسفورمر 3 والجراوندنج سيستم بتاع ترانسفورمر 3 والريتنج فولتج بتاع ترانسفورمر 3، وعايز الايكويفالنت امبيدنس لو ترانسفورمر 3 ده كان شغال كونتينوس بارل اوبريشن، ورايت ذا ريزون عايز السبب اللي كل سيلكشن انا اخترته. اول حاجه خلينا ندرس الشكل دوت. الشكل ده عباره عن ايه؟ عباره عن تو ترانسفورمر متوصلين مع ترانسفورمر تاني على التوازي. تمام، تو ترانسفورمر متوصلين على التوالي. ترانسفورمر واحد دوت الريتنج بتاعه 11 ل 220 فولت، متوصل 220 كيلو فولت، متوصل دلتا ستار واحد، وترانسفورمر 3 دوت هو اللي عايز يعمل له سيلكت، وترانسفورمر 2 متوصل دلتا ستار 7، متوصل ثرو لو امبيدنس يعني الجراوندنج بتاعه بامبيدنس، والفولت بتاعه الريتنج 11 ل 66 كيلو فولت. طيب اول حاجه عايزين ترانسفورمر 3 دوت نحسب له الفيكتور جروب نمبر. احنا متفقين ان الفيكتور جروب نمبر بتاع الترانسفورمر اللي متوصل مع تو ترانسفورمر على التوالي هو عباره عن فيكتور جروب نمبر بتاعه عباره عن مجموع التو فيكتور جروب نمبر بتاع تو ترانسفورمر دول. تمام، يبقى انا لو عايزه الترانسفورمر دوت الفيكتور جروب نمبر بتاعه يبقى اطرح الفيكتور جروب نمبر بتاع ده ناقص الفيكتور جروب نمبر بتاع ده. طيب الفيكتور جروب نمبر بتاع ده 7 ودوت الفيكتور جروب نمبر بتاعه واحد، نطرح 7 ناقص 1 هيديني 6. طيب يبقى كده حسبت اول حاجه اللي هو الفيكتور جروب نمبر وعرفت ايه السبب اللي انا استخدمت ايه فيكتور جروب نمبر 6. طيب هستخدمه بقى الكونكشن. تاني حاجه عايز الكونكشن بتاع ترانسفورمر 3. الكونكشن لو رحت للجدول اللي احنا شفناه هلاقي ان رقم 6 دوت فيه ستار ستار 6 وفيه دلتا دلتا 6، فلو اخترت ستار ستار 6 هحطه بنوع ترشري اللي هو فيه 9 اطراف اللي انا اقدر اكون منهم الدلتا اللي هتحميني من السرد هرمونيك، ولو اخترت دلتا دلتا يبقى هعمله مع زجزاج علشان اوجد نقطه النيوترال علشان اقدر ان انا اعمل فولت ديتكشن. طيب تالت مطلوب هو بيقول انا عايز الريتنج بتاع ترانسفورمر 3. طب لو ده بيحول لي من 11 ل 220 كيلو فولت ودوت بيحول لي من 11 ل 66 كيلو فولت، يبقى في الاخر انا عايزه ان مجموع الاثنين دول يعني الاثنين دول يدوني في الاخر على السيستم 11 ل 66 كيلو فولت، يبقى لازم ده يحول لي من 220 اللي خارجه من الترانسفورمر دوت يحول لي ل 66 اللي انا محتاجاها على اللود اللي هنا او على الشبكه اللي هنا. تمام، يبقى ترانسفورمر 3 دوت هيبقى الفي بي بتاعته 220 كيلو فولت، والفولت بتاع السكندري بتاعه هيبقى 66 كيلو فولت. طب عايزين نختار الجراوندنج سيستم بتاع ترانسفورمر 3. ترانسفورمر 3 دوت الفولت بتاعه عالي، يعني الفولت بتاعه 220 كيلو فولت ل 66 كيلو فولت، فلازم ان انا اعمله سوليدلي ايرث. طب اخترت سوليدلي ايرث ليه؟ علشان لما يحصل فولت ما يعلليش في جهد الفازة اللي موجودة هنا، لان جهد الفازة اصلا كبير يعني 220 كيلو فولت. لو حصل فولت وما كانش سوليد لإيرث هيبدأ ان هو الجهد بتاع الفازة يزيد، فبالتالي هيدمر لي العزل بتاع الترانسفورمر، فعلشان كده انا هختاره سوليد لإيرث. رابع مطلوب عايز اخر مطلوب عايز يجيب الامبيدنس بتاع ترانسفورمر 3، ومتفقين ان هو كونتينوس بارل اوبريشن. وفي الكونتينوس بارل اوبريشن لو انا عايز اجيب الامبيدنس بتاع ترانسفورمر دوت، احنا متفقين ان الامبيدنس بتاع ترانسفورمر رقم 2 دوت هو هيبقى بيساوي الامبيدنس بتاع ترانسفورمر رقم 1 زائد الامبيدنس بتاع ترانسفورمر رقم 3. فلو عايز رقم 3 الامبيدنس بتاع ترانسفورمر رقم 3 هطرح زد 2 ناقص زد 1 هتديني هتديني الامبيدنس بتاع ترانسفورمر رقم 3. كده احنا ايه خلصنا اول مساله. تاني مطلوب او تاني شكل بيقول انا عندي هنا تو ترانسفورمر برضو، تاني شكل بيقول انا عندي تو ترانسفورمر تلاته ترانسفورمر تاني شكل
بيقول لك انا عندي 3 ترانسفورمر برضو، ترانسفورمر دوت اللي هو رقم 1 متوصل دلتا ستار 1، وترانسفورمر رقم 3 دوت هو اللي انا عايزه اجيب له كل المطاريب اللي احنا جبناها زي الطريقه اللي فاتت، وان ترانسفورمر رقم 2 دوت متوصل دلتا ستار 1، الترنز ريشيو بتاعت الترانسفورمر دوت 11 ل 220 كيلو فولت، وبتاعت ده 11 ل 66 كيلو فولت. هعمل نفس اللي انا عملته في الترانسفورمر اللي فات، هجيب الفيكتور جروب نمبر بتاع دوت، هطرح الفيكتور جروب نمبر بتاع ده اللي هو 1 ناقص الفيكتور جروب نمبر بتاع ده اللي هو برضو 1، 1 ناقص 1 هيساوي 0. هنروح للتيبل، التيبل هلاقي ان في ستار ستار 0 ودلتا دلتا 0. لو اخترت ستار ستار 0 يبقى اختاره تيرشري، ويفضل ان انا اختاره ستار ستار 0، او لو اخترته دلتا دلتا 0 هيعمل معايا زجزاج عشان اوجد نقطه النيوترال. يبقى كده جبت الكونكشن. برضو تاني حاجه عايزين نجيب الريتد فولتج دوت، لو بيحول من 11 ل 220 ل 220 كيلو، يبقى ده لازم يحول لي من 220 ل 66 اللي هي موجوده على الترانسفورمر رقم 2 دوت. يبقى ده برايمري بتاعه 220 كيلو فولت، والسكندري بتاعه 66 كيلو فولت. الجراوندنج سيستم بقى احنا متفقين ان احنا هنختاره ستار ستار ترشري، تمام. يبقى لازم برضو هختاره سوليدلي ايرث علشان معليش جهد بتاع الفازة، علشان ما دمرش العزل. طيب الشكل رقم 3 بيقول لك انا عندي اهو برضو 3 ترانسفورمر، الترانسفورمر دوت متوصل دلتا ستار 11، الترنز ريشيو بتاعته 11 ل 66 كيلو فولت، وترانسفورمر رقم 3 دوت هو اللي عايز يعمل له السيليكشن، والترانسفورمر دوت متوصل دلتا ستار 1، والترنز ريشيو بتاعته 11 ل 22 كيلو فولت. يبقى لو عايزين نجيب الفيكتور جروب نمبر هنطرح الواحد ناقص ال 11 هيديني سالب 10، تمام. سالب 10 ده بالسالب، بس الفيكتور جروب نمبر بيبقى بالموجب، يعني انا لو ضفت عليه 360 اللي هي 12، اللي احنا متفقين ان العقارب الساعة مقسمينها 12 قطعة او 12 قطعة، لو انا لفيت 360 درجة اكني لفيت لنفس النقطة تاني، تمام. يبقى هزود عليها 12، يبقى هيطلع لي الفيكتور جروب نمبر ب2. طيب الاتنين هنروح للجدول، هلاقي ان في دلتا دلتا 2، دلتا دلتا 2، يبقى هختار معاه زجزاج، يعني هختار من التيبل هختار دلتا دلتا، هروح بالاتنين ديت للتيبل، هلاقي ان موجود في التيبل دلتا دلتا 2، يبقى هختار معاه زجزاج. اجيب الريتد فولتج بقى، الريتد فولتج هنا الترانسفورمر ده 11 ل 66، يبقى ده يكون 66، البرايمري بتاعه يكون 66. طب السكندري بتاع ده وانا هيبقى كام؟ هيبقى 22، يبقى السكندري بتاع ده لازم يكون 22، يبقى الترانسفورمر دوت هيبقى 66 ل 22 كيلو فولت. طيب الجراوندنج سيستم بقى اللي انا المفروض ان انا استخدمها للترانسفورمر رقم 3 دوت، احنا متفقين ان احنا هنجيب زجزاج ترانسفورمر، تمام. طب ده 22 ل 66 كيلو فولت، الجهد بتاع الفازة مش عالي قوي زي الجهد بتاع الفازة بتاع الترانسفورمر دوت. الترانسفورمر ده كان 220 كيلو فولت، لكن ده 66 ل 22 كيلو فولت، تمام. يبقى انا ممكن اعمل ديستريبيوشن بعد الايه الترانسفورمر دوت، فلازم اختاره لازم اختاره لو امبيدنس. ليه؟ لان اللو امبيدنس بتخليلي ما يحصل فولت، بتقلل لي التيار بتاع الشورت سيركت، وانا عايزه فعلا ان انا اقلل التيار، ممكن ان هي تزود لي الفولت فعلا بتاع الفازه، بس هتزودها عباره عن هيبقى 1.3 بريونت تقريبا، فممكن اعمل حسابي في العزل بتاع الترانسفورمر ان انا ازوده شويه بحيث ان هو يستحمل الفولت لما يعلى على الفازات دوت. الشكل اللي بعد كده بيقول اهوت انا عندي 3 ترانسفورمر، بس هو مديني معلومية التو ترانسفورمر دوت، وعايز يجيب يعمل السيليكشن للترانسفورمر دوت. طيب الترانسفورمر دوت بيقول لك ان هو متوصل ستار دلتا 11 132 كيلو فولت ل 66 كيلو فولت، والترانسفورمر دوت متوصل دلتا ستار 11 برضو 66 ل 11 كيلو فولت. فلو عايزين نجيب الفيكتور جروب نمبر بتاع ترانسفورمر 3، هنجمع الفيكتور جروب نمبر بتاع ترانسفورمر دوت زائد الفيكتور جروب نمبر بتاع ترانسفورمر دوت، يعني 11 زائد 11 هيديني 22، بس الفيكتور جروب نمبر اخره 12، يبقى هنطرح منه 12، يبقى ال 12 ديت اكني لفيت 360 درجه ورجعت لنفس النقطه، يبقى الفيكتور جروب نمبر بتاعي هيبقى ب 10، تمام. يبقى الفولت بتاع السكندري لاج الفولت بتاع البرايمري بزاويه سالب 30 في ال 10، يعني سالب 300.
طيب هنروح للتابل العشرة ديت، هنلاقي ان فيها دلتا دلتا 10، بس هستخدم معها زجزاج. الريتد فولتج برضو بنفس الطريقة، هنا دوت بيحول من 132 ل 66، وده من 66 ل 11، يبقى ده لازم يحول لي من 132، عشان الجهد هنا لازم يبقى هو هو الجهد هنا، يبقى ده 132 يعني على البرايمري 132، وهنا على السكندري لازم يبقى 11 كيلو فولت. تمام، يبقى الريتد فولتج بتاع ترانسفورمر 132 على 11 كيلو فولت. طيب الارسنج بقى هستخدمه ازاي؟ اتفقنا ان ده 132 ل 11 كيلو فولت، يبقى هستخدم له هعمل له لو امبيدنس على الزجزاج. ليه على الزجزاج؟ لان انا الزجزاج هو اللي مديني نقطه النيوترال اللي انا بعمل بيها بروتكشن، يبقى لازم هوصل الزجزاج اللي هو النيوترال بتاع الزجزاج دوت على لو امبيدنس، علشان ابدا ان انا اقلل التيار بتاع الفولت، واعمل حسابي في ايه؟ ان انا ازود جهد ان هما بيصنعوا ترانسفورمر يزودوا جهد الفازات، بحيث ان هو يتحمل الجهد اللي هيعلى شويه نتيجه الفولت اللي هيحصل. الشكل اللي بعد كده بيقول ان الترانسفورمر دوت اهو بتوصل ستار الشكل اللي بعد كده بيقول الترانسفورمر دوت متوصل ستار دلتا 11، والترانسفورمر دوت متوصل ستار دلتا ستار 1. يبقى لو عايزين الفيكتور جروب نمبر بتاع ده، يبقى 11 زائد 1 هيديني 12، يعني بصفر، اكني 300 يعني 360، اكني لفيت ورجعت لنفس النقطه برضو تاني. نروح بالصفر دوت للتيبل، هلاقي ان في ستار ستار 0، بس هستخدمه نوع تيرشري. الريتد فولتج لازم الريتد فولتج هنا هيبقى 132، والريتد فولتج هنا هيبقى 11 كيلو، يبقى لازم الترانسفورمر دوت يبقى 132 على 11 كيلو. ولو عايز اجيب الامبيدنس برضو بتاعة الترانسفورمر دوت، هجيب الامبيدنس بتاع الترانسفورمر ده زائد الامبيدنس بتاع الترانسفورمر دوت. الارسنج احنا اتفقنا ان احنا هنستخدمه بلو امبيدنس علشان اقلل الشورت سيركت كارنت. الشكل اللي بعد كده نوع تاني من المسائل بقى، مديني الشكل دوت، هيديك الشكل ده كده ويقول لك احسب لي الفيكتور جروب نمبر بتاع الترانسفورمر دوت. اولا اتفقنا ان احنا هنبدل كل كويل بتاع ترانسفورمر بفولتج سورس اي سي، تمام. الموجب بتاعه هيبقى في اتجاه او ناحيه الدوت اللي موجوده في الرسمه. طيب انا استبدلت الفازة ايه اهوت بفولتج سورس، البوزيتيف بتاعها فوق، واستبدلت الفولت الفازة B واستبدلت الفازة C، وهعمل نفس الكلام في الملف بتاع السكندري، وهحسب الفولت AB على البرايمري والفولت AB على السكندري، واشوف الزاوية بتاعة السكندري ناقص الزاوية بتاعة البرايمري بقد ايه، يبقى هعرف اجيب الفيكتور جروب نمبر. يبقى ازاي؟ ال VAB اهو هو معدي من اول هنا، هي V على زاوية 0 ناقص V على زاوية سالب 120 هتديني جذر 3 V اللي هو الفولت بتاع اللاين. ليه؟ لان الستار احنا متفقين ان الفولت بتاع اللاين ما بيساويش الجهد بتاع الفازة، الجهد بتاع اللاين بيساوي جذر 3 الفولت بتاع الفازة، عشان كده هنا جذر 3 على زاوية 30. تمام، يبقى في الملف بتاع السكندري ال VAB ال A اهيت، همشي هروح لل B يعني سالب 0 ناقص في على زاويه سالب 120، الاقي ان هي هتطلع لي في فولت على زاويه 60، هطرح الزاويه بتاعه السكندري ناقص الزاويه بتاعه البرايمري يعني 60 ناقص 30 هتديني 30 درجه. اتفقنا ان الزاويه بتبقى بالسالب، يبقى هطرحها من سالب 360 هتديني الزاويه اللي السكندري لاك فيها البرايمري بسالب 330، هقسمها على السالب 30 هتديني الفيكتور جروب نمبر ب 11. تمام، يبقى الترانسفورمر دوت متوصل ستار دلتا 11. تمام، بس لازم اعمل اللي هو الفيريفيكيشن تيست، لازم اعمل عقرب الساعه ديت علشان اتاكد ان الفولت ان الفيكتور جروب نمبر اللي انا طلعته دوت صح ولا غلط. هرسم اهوت البرايمري الاول ستار الاي اهي، البي بعدها ب 120، السي بعدها ب 120، وهرسم الدلتا. احنا متفقين ان الفيكتور جروب نمبر ب 11، فهلف
مع عقارب الساعة كام درجة؟ 330 درجة. يبقى الـ A هتبقى عند النقطة دي، والـ B هتبقى بعدها ب120، والـ C هتبقى بعدها ب120. هاخد أي نقطة من النقط بتاعة الفولت هنا بتاع السكندري أحطها عند النيوترال بتاع البرايمري، فهاخد النقطة بتاعة A أو الفازة بتاعة A هحطها على هوصلها بالنقطة بتاعة النيوترال، هيديني إن المفروض من الرسم هوت ان المفروض الفولت بتاع، لو جيت احسب الفولت بتاع ال VAC هيديني الفولت بتاع ال AN زائد الفولت بتاع ال AC، فلما هاجي اجمعهم على بعض او هبدأ ان انا اوصل النقطة الفازة بتاعت A بالنيوترال بتاع البرايمري، فهيديني هيبقى بالشكل دوت كده. وبعدين نيجي نحسب الفولت بتاع ال AC، الفولت A ال A اللي هي بتاعت البرايمري، C بتاعت السكندري، يعني الفولت الحتة دي كده، يبقى مفروض تديني الفولت ال VAN اللي هو الفولت بتاع البرايمري زائد ال VAC اللي هو الفولت بتاع السكندري. ولو جيت احسب برضه الفولت بتاع ال B، البي بتاع البرايمري ناقص البي بتاع السكندري، يبقى المفروض ان هو يديني الفولت اللي هو الاي بي اللي هو الفولت بتاع البرايمري ناقص الفولت اللي هو الاي. لو جيت احسب الفولت بتاع البي بتاع البرايمري ناقص البي بتاع السكندري، يبقى المفروض يديني الفولت بتاع البرايمري ناقص الفولت بتاع السكندري. الفولت بتاع البرايمري اللي هو الفي اي ان اي بي في ان بي ناقص الفولت بتاع السكندري اللي هو الفي اي بي. دي كده اول مسألة. تاني مسألة بالشكل ده برضو مديني هوت ستار دلتا، هبدأ ان انا بدلهم بفولتج سورس. بعد ما بدلتهم بالفولتج سورس هبدأ ان انا احسب الفولت اي بي. الفولت اي بي هيبقى فولت على زاوية زيرو ناقص الفولت على زاوية سالب 120، هيديني جذر 3 في الفولت على زاوية 30. ولو جيت احسب هنا ال VAB اهو ال A هنا، همشي اللي يبقى الفولت على زاوية سالب 120 ناقص الزيرو لان انا ما وصلتش للفولتج سورس دوت، يبقى الزاوية بتاعت السكندري ناقص الزاوية بتاعت البرايمري يبقى سالب 120 ناقص 30 هتديني زاوية سالب 150، هقسمها على سالب 30 هيديني الفيكتور جروب نمبر ب5. وهبدأ ان انا اعمل الفيريفيكيشن تيست. اول حاجة ارسم البرايمري اللي هو اهو ال A وال B وال C، واحسب السكندري. هلف الاول مع عقارب الساعة زاوية سالب 150، اهو امشي مع عقارب الساعة زاوية 150، هيديني الاي هتبقى هنا والبي هتبقى هنا والسي هتبقى هنا. تمام، هبدأ ان انا اوصل نقطة الاي الفازة بتاعت الاي بالنيوترال بتاع البرايمري، واحسب الفولت بتاع البي بي، هيبقى المفروض ان هو يبقى الفولت بتاع البرايمري زائد الفولت بتاع السكندري، والفولت اي سي مفروض ان هو يبقى الفولت بتاع البرايمري ناقص الفولت بتاع السكندري الجزء دوت. لو الكلام دوت طلع صح بالفيريفيكيشن تيست يبقى الفيكتور جروب نمبر اللي انا طلعته دوت هو صح. تمام كده، ده اخر نوع من انواع المسائل. تمام كده، احنا حلينا كل المسائل اللي هي موجوده في الملزمه واللي ممكن يجي عليها امتحان. بس ما تنسوش اهم حاجه ان انت لما يجي لك الشكل دوت يبقى لازم تحسب الفيكتور جروب نمبر وتعمل الفيريفيكيشن تيست اللي هو الرسم دوت، علشان الدكتور لازم تعمل له الطريقتين يعني مع بعض. شكرا.